والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن ومن كان خلقه القرآن وميراثه القرآن ووصيته القرآن. أم ينكب عن نفسه ويترك الدعوة وليس وقت مجالها، كما أن كثيرا من الناس تركوا المبدأ والثبات وتقاعصوا ورجعوا. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك في الدنيا، هل أنت مع أهل الصلاح، مع أهل الحق، مع أهل الجهاد، مع أهل الإيمان؟ لذلك لو علمت الأمة ما في القرآن الكريم ما رفعت بصرها عنه ولا تركت مشاهدات القرآن أن ينقل لك يوم القيامة كأنك تراه، ويعرض لك قضية الكتاب وقضية الحساب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.